السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل الفيديوهات اللي عملناها مع بعض، وهنبدا بقى نستخدم الحاجات اللي اتعلمناها ككونسبت في البرولوج، ونقدر نحل مسائل كبيره شويه او الى حد ما ممكن نسميها بازلز صغيره. فهنبدا النهارده بالمساله، او في الفيديو ده هنبدا بالمساله بتاعت اللي هي الفاكيوم كلينر، ونقعد نحلها مع بعض. هنشوف هي كبروبلم هنقدر نحلها ازاي، وهنبرزنتها ازاي، وبعدين نشوف هنكتبها في بلوج ازاي، وهنعملها ازاي في البرولوج. ببساطة كده الفاكيوم كلينر هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوضتين، كل اوضة بيبقى فيها تراب ومكنسة. انا بس الرسم بتاعي مش لطيف، او استخدم هو الرسم والقلم على الكمبيوتر فاستحملوا الرسم بتاعي. ففعليا انا قصدي بيها الخط دي ان هي في تراب او هي مش نظيفة، يعني في انتوا شايفين ان هو في تو بوكس كده، دي تمثل لي اوضتين كل واحدة اوضة، والخط ده ماشي يمثل لي اللي هو التراب اللي في الاوضه. المثلث زي يمثل لي مثلا المكنسه اللي هي الفاكيوم كلينر بتاعتنا. ده ستيت كرنت ستيت انا واقف عنده. الكرنت ستيت اللي انا واقف عنده ده هو فعليا اكيد في جول انا بدور عنه، يعني الجول بتاعي ان انا عايز انظف الاوضه اللي على اليمين وانظف الاوضه اللي على الشمال. فايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل، او ايه هي الموفز، او اللي هي الافيلبل موفز المتاحه بالنسبه لي في الستيت دي، او الحركات المتاحه، او الحاجات اللي اقدر اعملها في البروبلم زي كده. احنا قلنا في اوضتين ماشي، وفي مكنسه، فهو فعليا مكنسه واحده بس مش مكنستين. فهو فعليا اللي اقدر اعمله ان انا ممكن احرك المكنسه، يعني لو هي موجوده على الاوضه اللي على اليمين اوديها على الاوضه اللي على الشمال، ولو هي موجوده على الاوضه اللي على الشمال اوديها في الاوضه اليمين. دي اللي هي التو موفز الافيلبل بالنسبه لي للمكنسه. الحاجه الثانيه، المكنسه نفسها ما تقدرش تتحرك بس، لا ده ممكن كمان تعمل سويب، يعني ممكن تشفط التراب او تنظف الاوضه، يعني تعمل سويب للاوضه او للتراب ماشي، او الحاجه اللي موجوده اللي هي اللي موجوده في الاوضه. يعني معنى كده في ثلاث حاجات، او ثلاث اللي هي ممكن نسميهم ثلاثه موفز، او ثلاث حركات بنقدر نعملهم، او ثلاث سيناريوهات ممكن تحصل لكل ستيت. فتخيلوا مثلا انا بدات بالسيناريو اللي انا حركت المكنسه على الشمال، فبقى شكل الستيت ازاي؟ اللي هو الستيت الجديد، يعني انا لو كنت في الستيت الاولاني وعملت مثلا ليفت، يعني حركت المكنسه كليفت، اللي هيحصل ايه؟ المكنسه بدل ما كانت موجوده على الاوضه على اليمين بقت على الشمال، والتراب زي ما هو في الاوضه. في ممكن موفز تانية تحصل، احنا قلنا في ثلاث احتماليات. الموفز التانية اللي ممكن تحصل اللي هي المكنسه نفسها تقدر تسحب التراب الاوضه في الاوضه اللي هي موجوده فيه. كويس جدا. الحاجة الثالثة ايه بقى؟ احنا قلنا المكنسة تقدر تتحرك يمين وشمال وتقدر تعمل سويب. في الحالة دي هل المكنسة تقدر تتحرك يمين؟ هو فعليا لو اتحركت يمين هتبقى في كرنت ستيت، فهو فعليا احنا ممكن نعمل انهانس شوية للبروبلم دي، ولو الستيت بتروح لنفس الستيت بتاعتها ممكن ايه نستوب الكلام ده. تمام جدا. ففعليا احنا في الحالة دي قدرت تروح يا شمال يا قدرت تعمل ايه سويب. نمسك اللي هو البرانش اللي على الشمال ونشوف الكرنت الستيتس اللي ممكن تطلع منه، يعني هي المكنسه موجوده على الشمال، فهو فعليا ممكن ارجع المكنسه على اليمين او ممكن انظف الاوضه. نبدا مثلا باللي هي السويب، فالمكنسه نظفت الاوضه، بقيت الاوضه فاضيه والمكنسه فيها، والاوضه الثانيه فيها تراب. الحاله الثانيه ان انا هعمل موف للمكنسه من اليمين للشمال. كده بقى ايه اللي حصل؟ وانا فعليا لما عملت خليت المكنسه، يعني هي كانت هنا وحركتها وديتها هنا، اللي هي حركت المكنسه، هي اصلا فعليا الستيت دي الجديده هي نفسها اللي هي البيرنت بتاعت الستيت. فاحنا برضو ممكن انهانس الالجوريزم بعد كده ان احنا نقول له لو انت في ستيت رحت لها او طلعت لك انت فعليا عملت لها فيزيت قبل كده، او انت جاي منها قبل كده، خلاص ما تروح لهوش. فده برضو انهانس اكتر. كويس جدا. اوكي هنمسك واحده منهم، مثلا هنمسك على الشمال خالص، هنقول مثلا المكنسه هي موجوده على الشمال، فتقدر تروح فين؟ هي مش هتقدر تروح شمال بس تقدر تروح يمين، ومش هتقدر تعمل سويب لان الاوضه نظيفه. فهو فعليا هتعمل حاجه واحده بس، اللي هي ممكن اودي المكنسه ايه على اليمين. ولو كملنا هنلاقي برضو في الشكل الجديد ده ممكن المكنسه تعمل ايه، يا تروح الشمال يا تروح تعمل سويب. فلو عملت سويب الاوضه هتبقى فاضيه، ولو راحت شمال هترجع تقريبا لنفس الستيت اللي هي اصلا كانت جايه منها، اللي هي البيرنت بتاعه الستيت كرنت ستيت. ده بالنسبه للجزء ده. الجزء الثاني سهل جدا برضو، هنروح يا هتتحرك شمال يا يمين يا هتعمل سويب. هي فعليا عامله سويب اصلا،
ان هي الاوضه نظيفه مش هتقدر تتحرك يمين، فكل اللي هتعمله ايه؟ هتتحرك شمال المكنسه. اللي هي النيو ستيت بتاعتي، النيو ستيت بتاعتي تقدر تعمل ايه؟ اقدر اتحرك يمين او اعمل سويب. لو عملت سويب يبقى انا نظفت الاوضتين، ولو رحت يمين يبقى انا رجعت، يبقى انا رجعت للستيت اللي انا كنت جامعها. يعني هو فعليا الستيت دي هي الستيت دي، تمام، و الستيت دي بالظبط هي الكرنت ستيت ده، و الستيت دي برضو هي الستيت دي. فانا بالظبط لو اقدر برضو انهانس احسن ان انا لما اكريت او اجيب مثلا ستيت جديده، المفروض لو الستيت اصلا جيت منها او عملت لها فيزيت المفروض ما عديش عليها. ده حصل هنا وحصل هنا وحصل هنا، المفروض ما اعملهمش اصلا كريت مثلا، ما اطلعهمش عندي في البروبلم. كويس جدا. واحنا ببساطه كده فهمنا البروبلم وعرفنا هنحلها ازاي. ان هو فعليا البروبلم بتاعتي كل اللي فيها، فيها ايه؟ فيها initial state و available moves اقدر اتحركهم علشان احل البروبلم بتاعتي، وبحرك الموز لغايه لما اوصل للجول بتاعي. فالجول بتاعي هنا كان ايه؟ الجول بتاعي كان شكلين، الشكل اللي هو ده والشكل اللي هو ده. فهو فعليا الجول بتاعي ممكن يبقى بشكلين، يعني ممكن يبقى انا الهدف بتاعي كان ان الاوضتين يبقوا فاضيين، تمام، بس هل الاوضتين فاضيين هيبقى بشكل واحد؟ لا، ما هو ممكن الاوضتين يبقوا فاضيين و بس المكنسه مره فيهم موجوده على اليمين ومره موجوده على الشمال. يعني هنا لو المكنسه موجوده في الاوضه اليمين، وهنا لو المكنسه موجوده في الاوضه الشمال، دي اتنفذت او دي اتنفذت، انا كده ايه؟ وصلت للجول. كويس جدا. ماشي، الكلام ده بقى اللي احنا شايفينه من الرسومات والكلام ده كله، هل هنقدر ننفذه بلوج؟ اكيد هينفع ننفذه بلوج، بس عشان ننفذه بلوج هل هناخده مش نفس الشكل كده ونكتبه؟ اكيد لا طبعا. اول حاجه هنحتاج نفكر فيها ازاي هنعمل ريبريزنت البروبلم بتاعتي. يعني البروبلم بتاعتي هي عباره عن اوضتين وكل اوضه فيها تراب وفي مكنسه بقدر احركها يمين وشمال. طب ماشي، هو الكلام ده كتكست، ان انت تبريزنت البروبلم بشكل تكست كده اوكي ولطيف كهيومن، كهيومن انتراكشن. مثلا لو انا بكلم هيومن بهيومن هيقدر يفهم البروبلم وهيقدر يمثلها في المخ مثلا او في دماغه، يقدر يحلها على طول. ماشي، بس احنا عايزين البروبلم بحاجه بالشكل كده، يعني اخليها مثلا ممكن نقول ماشين ريدابل مثلا، او اللي هو حاجه اقدر اكتبها ككود او كلوجيك بحيث ان انا اقدر احلها بالكود او باللوجيك اللي انا عايز احطه. تمام، فهو اول حاجه احنا عايزين نمثل او نريبريزنت البروبلم بشكل لوجيك احنا نقدر نفهمه، او اللي هي اللغه بتاعتنا تقدر تفهمه. كويس جدا بقى. اوكي، فاحنا اتفقنا ان احنا عايزين ايه؟ نريبريزنت البروبلم بتاعتي فحاجه بالشكل ده، هي دي الانيشال ستيت، فهحتاج اعملها ريبريزنت. طب قبل ما احتاج اعملها ريبريزنت هحتاج برضه افكر ايه هي الفاريبلز اللي موجوده في البروبلم. كويس جدا، الفاريبلز الموجوده في البروبلم لو ركزنا كده هنلاقي هي اوضه على اليمين واوضه على الشمال وكل اوضه فيها تراب ومكنسه. فهي فعليا ريبريزنت البروبلم ممكن نعمل ريبريزنت بمليون شكل، او مفيش مشكله انت تعمل ريبريزنت بشكل اجابي، بس طبق الكلام اللي جاي عليه. فممكن ناس تيجي تقول انا ممكن ريبريزنت البروبلم بتاعتي ان هقول مثلا في اوضه على الشمال وفي اوضه على اليمين. الاوضه اللي على الشمال ممكن تبقى فيها تراب يا ما فيهاش تراب، ممكن يقول لي انا هعمل الاوضه على الشمال شكل لسته. شكل لسته اول حاجه فيها تراب ولا ما فيهاش تراب؟ لو فيها تراب هحط 1 اول اليمنت فيها. تاني اليمنت المكنسه لو فيها ولا لا؟ لو المكنسه فيها هحط 1، هي مش فيها هحط كام؟ 0. دي تمثل لي ايه؟ الاوضه اللي على الشمال. هو ده فعليا اللي يحصل، 1 ده يمثل لي ان فيها تراب، والاليمنت التاني يمثل لي المكنسه موجوده عندها ولا لا. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل لسته تانيه. اللسته التانيه هي عباره عن ايه؟ هي برده عباره عن تمثل لي برده الاوضه التانيه. فالاوضه التانيه ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى نفس الكلام، 1 يمثل لي ان المكنسه اللي هي الاوضه التانيه قصدي فيها تراب، والاليمنت التاني يمثل لي ايه؟ لو 1 يمثل لي المكنسه موجوده عندها، موجوده في الاوضه دي، ولو 0 المكنسه مش موجوده في الاوضه دي.
وهو ده فعليا يمثل لي ايه؟ يمثل لي ال current state بتاعت ال problem. ده شكل ان انا عملت represent ال problem بالشكل ده، بشكل logic، بشكل حاجة نقدر بعد كده نبرزنتها عندنا في البلوج ونقدر نفهمها ونقدر نموفز الحاجات اللي احنا عملناها ونقدر نتحرك بالارقام دي. كويس جدا. ممكن واحد تاني بس يقول لي طب ليه انا عامل ليست اوف ليست؟ ممكن اغير الكلام ده، يقول لي هخليها ليست واحدة بس وفيها 3 argument. 3 argument دي تمثل لي ايه؟ اول argument او اول element، قصدي اول element يمثل لي اللي هي لو 1 يبقى الاوضه على الشمال فيها تراب، لو 0 هيمثل الاوضه على الشمال فاضيه. الاليمنت الثاني لو 1 يبقى الاوضه اللي على اليمين فيها تراب، ولو 0 يبقى الاوضه الثانيه فاضيه. الاليمنت الاخير ممكن نقول 1 و 0، يعني 0 يمثل لي ان الاوضه مثلا اللي على اليمين فيها تراب، و 1 يمثل لي الاوضه اللي على سوري الارجمنت الثالث او الاليمنت الثالث لو 1 يمثل لي مثلا المكنسه موجوده على الاوضه اللي على الشمال، ولو 0 يقول لي مثلا المكنسه موجوده على الاوضه اللي على اليمين، وهكذا. ففي حد ممكن يبرزنتها لي بالشكل ده، واحد تاني يقول لي لا طب اوكي ما هو هي دي تمثل لي اصلا 3، يعني هي كلها 0 1 في 3 element، ففعليا ممكن اتعامل عليها ك بيت اوبريشن مثلا، او بيت تمثلها بشكل بيتس اللي هي الاحتمال بتاعتي ممكن تبقى 0 0 0 لحد 1 1 1، فدي كل الاحتمالات بتاعتي اللي هي ممكن تبقى 0 0 0 0 0 1 0 1 0 وهكذا، الاحتمالات اللي هي الباينري بتاعتي في البروبلم. فقال لي انا ممكن لا انا امثلها في 2 element او 2 element ازاي؟ طيب هو اكيد مش هينفع في 2 element و 0 1. فقال لي لا ممكن element الاولاني يمثل لي اللي هي الاوضتين، فالاوضتين نفسهم ممكن تبقى احنا ممكن نضيفهم في element واحد بس، ممكن نقول 1 1 وهنا 0. دي هتبقى شكلها ازاي؟ هتبقى برضو يا 0 0 يا 0 1 يا 1 0 يا 1 1. وممكن يقول لي بعد كده لا طب خلاص حطها بشكل ايه؟ انتجر مثلا، يعني ممكن اعملها بالشكل ده. انا هكتب هنا هي 0، هو فعليا هتبقى 1 1 1 1 اللي هي كام؟ 3. هي فعليا هتبقى من 0 لكام؟ ل3. كويس جدا. والاليمنت الثاني هيبقى كام؟ هيبقى 0 لان المكنسه موجوده فين؟ على الاوضه اللي على اليمين. واحد بقى عايز يصعبها اكتر من كده يقول لي ايه؟ يقول لي لا انا هخليها هتعامل على التو بيت دول ان هما برضو element واحد بس، او يعني همثلها في رقم digit واحد بس او integer واحد بس. فهيعملها ازاي؟ اللي هي دي اصلا كانت 3 بت، ففعليا من 0 كام؟ من 0 ل 7. فهو ممكن يعمل ايه؟ يمثل لي problem بتاعتي اللي هي فعليا لما كانت 1 1 0 اللي هي تمثل لي كام؟ اللي هي تمثل لي هي فعليا لما احنا كنا ممثلينها بشكل 3 digit او 3 بت هي كانت 1 1 0، فدي بتمثل لي كام؟ بتمثل لي كديجيت او كرقم هتمثل لي كام؟ 6. فانا هقول الكلام ده هيتمثل ب 6. لما اروح هنا هشوف بقى الكلام ده هيمثل لي كام؟ ده هيمثل لي مثلا اللي هي الاوضه اللي على الشمال 1 والاوضه اللي على اليمين 0 والمكنسه زي ما هي 0، فدي هتمثل لي كام؟ دي هتمثل لي 4، وهكذا. وكل حاجه فيهم طبعا ليها جول مختلف. يعني هنا الجول بتاعت البروبلم دي ايه؟ الجول بتاعت البروبلم يا 0 يا 1. يعني الجول بتاعت البروبلم ده ان الليسته element اللي فيها يا يبقى يا 0 يا يبقى كام؟ يا يبقى 1. ان هو فعليا 0 1 تمثل لي ايه؟ تمثل لي اكيد طبعا اللي هو البيت الاولاني لو هو 1 يبقى معنى كده المكنسه اكيد فيها تراب. سوري اللي هي الاوضه فيها تراب، فلو الاوضه فيها تراب فمعنى كده فعليا الرقم بتاعي هيبقى اكتر من 4، يا 4 يا اكتر. الاليمنت الثاني ما لو في تراب هيبقى العدد بتاعي برضو هيبقى 2 او اكتر. لو مفيش في اللي على الشمال ولا على اليمين فاكيد اول 2 ديجيت مش هيبقى في، هيبقى عباره عن 0، فاكيد الديجيت الاخير هو ممكن يبقى يا 0 يا 1. فلو بقى 0 يبقى خلاص يبقى الاوت بتاعي هيبقى 0، ولو بقى 1 يبقى معنى كده المكنسه موجوده على الشمال، يبقى هي المكنسه هنا موجوده على اليمين وهنا المكنسه موجوده على الشمال. نلغي بس الكلام ده كله لان هو الكلام ده كله صعب شويه، ونرجع بس اللي هو الريبرزنتيشن السهل بتاعنا عشان تقدروا تفهموا. فهنرجع ايه بقى؟ هنرجع ان احنا هنريبريزنت بشكل ايه؟ 3 ايلمنت. الايلمنت الاولاني يمثل لي الاوضه اللي على الشمال، والايلمنت الثاني يمثل لي الاوضه اللي على اليمين، والايلمنت الثالث يمثل لي هل المكنسه موجوده على اليمين ولا موجوده على الشمال. فهنا مثلا لو حطيناها 0 يبقى هي موجوده على ايه؟ موجوده على اليمين. نعمل الموفز اللي احنا عملناها من شويه، يعني حاجه بالشكل ده ايه اللي حصل؟ الاوضه على الشمال زي ما هي فيها تراب فهتبقى 1، الاوضه اللي على اليمين لا ما بقتش 1 بقت 0 لان هي حصل لها سويب هنا نطفت، المكنسه زي ما هي 0 ما حصلهاش حاجه. كويس جدا.
الحركة دي اللي حصل هنا. الأوضة فيها تراب، الأوضة اللي على الشمال. المكنسة اللي هي الأوضة على اليمين، الأوضة على اليمين زيرو، يعني هي دي جاية من دي أصلا، يعني دي جاية من دي. اللي حصل، الحاجة الوحيدة الموفز اللي هي حصلت هنا، إن المكنسة بدل ما بقت زيرو بقت كام؟ بقت وان. كويس جدا. الجزء ده دي فيها إيه؟ دي أول أوضة بقت زيرو، بقت فاضية نطفت، وتاني أوضة برضو بقت زيرو، والمكنسة بقت إيه؟ بقت وان. كويس جدا كده. برضو هنرجع هنا بقى، هنا بقى إيه اللي حصل؟ المنظر الأوضة بالشكل ده، لسه الأوضة دي وان والأوضة التانية وان. اللي حصل بس المكنسة بدل ما خليتها زيرو خليتها كام؟ خليتها وان. كويس. هنيجي هنا، هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان هل دي وان؟ لا، هي دي زيرو، لان الأوضة نطفت. الأوضة اللي على اليمين لسه وان زي ما هي، والمكنسة وان لأن هي موجودة فين؟ على الشمال. الجزء ده بقى ايه؟ الأوضة اللي على الشمال فاضية، الأوضة اللي على اليمين لسه فيها تراب، ستيل فيها تراب. المكنسة زيرو لأن إيه؟ المكنسة راحت على اليمين. الجزء ده إيه اللي حصل فيه؟ الأوضة الأولى فاضية والأوضة التانية فاضية والمكنسة على اليمين. فدي بالنسبة لي إيه؟ خلاص. فأنا كده عملت إيه؟ كل الحاجات بتاعتي أو كل الموز بتاعتي. إيه الجول؟ الجول بتاعي هو ده اللي هو 001 أو ده 000. فكبرولوج ممكن أكتبها بالشكل ده، يعني أنا اللي هريبريزنت البروبلم في الشكل ده ليست، ودي كانت الانيشال ستيت بتاعتي اللي هي كانت عبارة عن 110 تمثيل للانيشال ستيت بتاعتي. والجول بتاعي كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن 1 سوري كان عبارة عن 0 0 يا 0 يا 1. أنا ممكن أعمل إيه؟ underscore اللي هو anonymous variable مش فارق معايا. فلو وصلت الحاجه بالشكل ده انا كده وصلت ايه؟ للجول. فاحنا كده عملنا ايه؟ عملنا ريبريزنت البروبلم، وايه قعدنا نتحرك بالموفز بتاعتنا او الافيلبل سيناريو اللي ممكن تحصل لكل ستيت. فده بالنسبه لي ايه؟ ده بالنسبه لي انا حليت البروبلم، حليت البروبلم وفهمتها كلوجيك بتاعها ازاي، وعملت لها ريبريزنتيشن فاليد بالنسبه لي، لان انا قدرت اتحرك بين كل موفز للتانيه وما فيش تعارض بين اي حاجه. يعني مثلا هل الشكل ده هو ده بالنسبه لي الشكل ده غير الشكل، يعني الشكل ده غير الشكل ده، بس هل نفس الفاليو؟ لا، ده 100 وده كام؟ ده 010. فاكيد طبعا، لان انا عملت يعني او عملت كل فاريبل ك ديجيت او كبت، ففعليا مستحيل تلاقي في تشابهات في ايه؟ في الريبرزنتيشن بتاعتي مع ستيتس مختلفه. فهو الريبرزنتيشن بتاعي فاليد في الحاله دي. كويس جدا. وزي ما قلت لكم ممكن نعمل، مش لازم ريبريزنتيشن واحد او اثنين او ثلاثه، لا، يعني انا عندي يعني ممكن اعمل ريبريزنتيشنز باشكال مختلفه جدا، وممكن نبقى كلنا صح. ممكن انا اعمل ريبريزنتيشن بشكل معين ابقى صح، واحد تاني يعمل ريبريزنتيشن بشكل معين يبقى صح، بس هو فاهم هو عامل ايه وهو منفذ الحاجات اللي بعد كده على اساس الريبريزنتيشن اللي هو عامله. ماشي، تعالوا نكتب الكلام ده ككود. طيب نروح للجزء اللي هو رخم ونكتبه ككود. أول حاجة هنفكر فيها إيه؟ أول حاجة هنفكر فيها إن إحنا نعمل الموفز بتاعتنا. الموفز بتاعتنا هنعملها إزاي؟ إحنا قلنا من شوية لما شفنا الرسمة، هو كانت حاجة بالشكل ده أصلاً، إن هو فعلياً البروبلم كانت حاجة بالشكل اللي انتوا لسه شايفينه ده، اللي هو في ستيتس. هي دي رسمه انضف طبعا من اللي كنا رسمناها، ودي المكنسه مثلا، وهنا في التروب وهنا في تروب. هو فعليا لو اتحرك رايت المكنسه هتحرك، لو عمل ليفت هيروح لنفس الستيت، لو عمل سويب هيروح للستيت دي، وهكذا. هي دي كل السيناريوهات اللي ممكن ايه تحصل. فاحنا اول حاجه محتاجين نفكر فيها اللي هو لو عندي ستيت معين او عندي كرنت ستيت معين، ايه هي الموفز اللي ممكن اعملها؟ الموفز اللي ممكن اعملها او اللي هي السيناريوهات او الحاجات اللي ممكن اقدر اعملها بالستيتس اللي انا واقف عليها، ان انا ممكن اتحرك اعمل موف ليفت، او ممكن اعمل موف رايت، يعني ممكن احرك المكنسه يمين او ايه او شمال، او ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل سويب ليفت، يعني اعمل سويب مثلا للاوضه اللي على الليفت،
فممكن اعمل سويب للاوضه اللي على الرايت. فدي الحاجات اللي انا اقدر اعمل لها موفز او اقدر انقل الستيت لستيت تاني. واحنا اتفقنا مع بعض ان هريبريزنت البروبلم حاجه بالشكل ده، هي عباره عن اللي هي دي تمثل لي الليفت اللي هي الاوضه اللي على الليفت، ودي الرايت ودي الماشين اللي هحرك. يعني دي هتمثل لي الاوضه اللي على الليفت، والاليمنت التاني هيمثل لي الاوضه اللي على اليمين اللي هي فعليا لو 0 is 1، لو 1 يبقى فيها دروب، 0 يبقى ما فيهاش دروب. والاليمنت التالت يبقى يمثل لي الماشين، لو 0 يبقى الماشين ده موجود في الاوضه اللي على اليمين، ولو 1 يبقى موجود في الاوضه اللي على الشمال. وانا هي دي الموفز اللي انا محتاج اعملها. نمسك واحده واحده ونحاول نعملها مع بعض. ممكن نعمل مثلا نبدا في موف ليفت. فانا لو عايز اعمل موف ليفت، موف ليفت بتاخد ايه؟ ما هي اكيد بتاخد الستيت اللي احنا عملناها. فاحنا قلنا الستيت هنبرزنتها بشكل ايه، او البروبلم نفسها هنبرزنتها بشكل ايه. قلنا هنبرزنتها مثلا دلوقتي انا مثلا تخيلت ان انا ممكن ابرزنتها بشكل لسته فيها 3 element وهقدر اوصل للحل اللي انا عايزه. فانا قلت مثلا هيبقى في مثلا ممكن نقول ال و ار و ام. تمام، دي هي ايه، ده اللي هي الكرنت ستيت بتاعتي. واكيد طبعا الموف، يعني انا لو جات لي كرنت ستيت اكيد لما اعمل موف ليفت هيوديني لايه، هيوديني لنكست ستيت. فاكيد في انيشال وفي نكست زي ما احنا كنا عاملين هنا. يعني هنا بالظبط اللي حصل ايه، لما اتحرك موف رايت، ما هو دي اكيد الستيت اللي انا واقف عليها، ولما اعمل موف رايت اكيد بقت ستيت مختلفه. فهو ده اللي عايزين نعمله ايه، نعمله في الكود. هل الاوضه نفسها لما اتحرك، لما احرك المكنسه، هل الاوضه اللي على الشمال بتتغير؟ اكيد مش بتتغير، فاكيد بترجع ايه، هي. طب هل المكنسه سوري الاوضه اللي على اليمين بتتغير؟ برده مش بتتغير، فاكيد هتبقى نفس الفاليو. طب هل المكنسه نفسها بتتغير لما نعمل موف ليفت؟ طبعا بتتغير. هي لو كانت زيرو ايه اللي هيحصل؟ لو كانت زيرو، يعني هنا اصلا كانت احنا اتفقنا الليفت اللي هو 1، يعني انا المكنسه لو موجوده على اليمين يبقى زيرو، ولو موجوده على الشمال يبقى ايه؟ يبقى 1. فانا لما احرك المكنسه هي في كرنت ستيت، ولما احركها اكيد طبعا هي هتروح فين؟ هتروح ل 1، لان هي لو موجوده على الليفت يبقى هيحصل ايه؟ لو موجوده على الليفت اكيد هتروح خلاص، هتروح للكرنت نفسها، لان هي فعليا هي 1 وهتروح 1. ولو كانت 0 هتبقى كام؟ هتبقى 1. فهي دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى فاكت بالمنظر ده. طب move right ممكن نعملها ازاي؟ ممكن نسميها move right مؤقتا كده. وهو فعليا ببساطه جدا هعمل ايه؟ هعمل حاجه بالشكل ده، ان انا اقول له مثلا خد الستيت بتاعتك رجعها زي ما هي، بس غير لي مين؟ غير لي الاليمنت التالت، خليهولي كام؟ خليهولي 0. كويس جدا. ممكن برضو نعمل ايه؟ نفكر مع بعض في السويب. السويب هنعملها ازاي؟ السويب ممكن نكتبها مع بعض، هنقول مثلا سويب، ممكن برضو هتبقى سويب ليفت وسويب رايت. السويب ليفت هو هيعمل ايه بالظبط؟ هو هيعمل سويب او هينظف الاوضه اللي على الشمال. فلو جات لي ستيت بالمنظر ده اللي هي الكرنت ستيت بالمنظر ده وعملت سويب ليفت، ايه اللي هيحصل؟ لما اعمل سويب ليفت الحاجه الوحيده هتتغير اكيد هي اول ارجمنت، لان انا بنظف الاوضه اللي ايه، اللي على الشمال. فاكيد دي هتبقى كام؟ هتبقى 0، لان هي لو كانت 1 هتبقى 0، ولو كانت 0 هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها 0، هي هترجع لنفس الستيت. بس الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني المفروض كبرفورمانس وكانهانس للالجوريزم مش صح، ان انت لو الستيت راحت لنفس الستيت هل ده صح؟ لا مش صح، لان هو ممكن يدخلنا في دوامه وما نقدرش نطلع منه. فبس هنشوف مع بعض هنطلع من الكلام ده ازاي. بس خلينا ان احنا نعمل كل الموفز اللي ممكن نقدر نعملها. الحاجه الاخيره ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ان انا اموف اعمل سويب سوري سويب رايت. فلو دي ال وار ماشيين هنا، فانا كل اللي هعمله ايه؟ ال زي ما هي الاوضه اللي على الشمال، بس الاوضه اللي على اليمين هي اللي هخليها ايه؟ هي اللي هخليها سويب. وكده انا خلصت. بس سويب فيها مشكلة صغيرة لازم نعملها طبعا قبل ما ندخل الجزء اللي جاي. احنا قلنا ان انا لو عايز اعمل سويب ممكن اعمل سويب ليفت،
ممكن اعمل ايه؟ سويب رايت. بس اكيد في كونديشن على سويب ليفت. ايه هو؟ ان لازم طبعا المكنسه تبقى موجوده اصلا في الاوضه اللي في الليفت علشان اقدر اخليها زيرو. يعني معنى كده دي مش هتبقى فاكت بالمنظر ده، مش هتبقى فاكت هنسميها سويب ال وتبقى is always true. لا، هي بتبقى true في حالة ان في condition، فهنحولها لايه؟ true. الكونديشن بتاعي ايه بقى؟ الكونديشن بتاعي m equal كام؟ لازم ال m equal كام؟ لازم ال m equal 1. يبقى لازم المكنسة اصلا تبقى موجودة على الشمال علشان اقدر اعمل ايه؟ علشان اقدر اعمل sweep left. وsweep right نفس الكلام بالظبط، انا برضو هخليها rule، ولازم المكنسة تبقى زيرو علشان اقدر اعمل ايه؟ علشان اقدر اعمل سويب رايت. ففعليا دي هتبقى سويب رايت. انا كده عملت ايه؟ عملت كل الموفز بتاعتي، مفيش اي حاجه ناقصه يعتبر. تمام كويس. هنادي الكلام ده ازاي بقى؟ يعني انا عملت سويب ال وسويب ليفت وسويب رايت والكلام ده كله، ما هو انا هنادي الكلام ده ازاي؟ لغايه دلوقتي هما كلهم متفرقين عن بعض، يعني معنى كده في ستيت كرنت ستيت بترجع لي نيكست ستيت. طب انا المفروض حاجه اكيد هترن لي ده او ده او ده او ده. يعني تعال نخلي مثلا البروبلم بتاعتنا نسميها مثلا اللي هي ممكن نسميها فاكيوم، نسميها فاكيوم مثلا، بتاخد اللي هي الكرنت ستيت بتاعتي، الكرنت ستيت، وبترجع لي مثلا next state، وهنشوف الكلام ده هيبقى valid ولا او ممكن نديها current state. هي كل اللي هتعمله. بس تعال نعمل ايه بقى؟ ننادي sweep، يا sweep r، يا sweep، يا sweep left، يا sweep right، يا move left، يا move right. فكل اللي هنعمله هناديها بالشكل ده، هنادي اي حاجه فيهم وهنشوف هناديها ازاي، وهنبعت لها ايه؟ current state، وهي ترجع لي new state. يعني انا هبعت لها current state، وهي لو الكلام ده valid بالنسبه لها ينفع هترجع لي ايه؟ هترجع لي new state. تمام. انا عايز اعمل الكلام ده ايه بقى؟ عايز اعمل الكلام ده في الاربعه، اللي هي عايز انفذ يا sweep right، يا sweep left، يا move left، يا move right. طب لو خليتها، لو خليت البروبلم غيرتها شويه وخليت ايه؟ سميت بس البريدكت ده اللي هي البريدكت بتاعت الموفز كلها، سميتها كلها move مثلا، يعني سميت ده move، وسميت ده move، وسميت ده move، وسميت برضه حتى سويب سميت الموفز. هي دي الموفز الممكنه اللي كل ستيت ممكن تعملها. ايه اللي هيحصل بقى؟ لما اجي انادي هنا موف بقى، انا فعليا ما حددتش. لما اجي انادي حاجه بالشكل ده، هو فعليا هيعمل ايه؟ هو فعليا هياخد كرنت ستيت ويرجع لي ايه؟ ويرجع لي نكست ستيت. فهو هيتشيك الاولاني، لو الاولاني فاليد بالنسبه له لان كلهم بنفس الاسم، فهو فعليا البرولوج هيمشي عليهم سيكونشال، يعني عنده اربع خيارات او اربع برانش هيقدر يمشي فيهم. فهيشوف الاولاني لو ترو يقدر ينفذه فهينفذه، مش هيقدر هيعمل ايه؟ هيروح على الثاني، مش هيقدر هيروح على الثالث، مش هيقدر هيروح على الرابع، وهكذا. فهو فعليا انا خليتها بنفس الاسم بحيث ان هو الحاجه الفاليد، يعني انا كتبتها حاجه بالشكل ده، وهو برولوج هيتشيك، هيبعت كرنت ستيت، والحاجه اللي هيقدر ينفذها هيرجع لي ايه؟ النكست ستيت بعدها. ولو حاجه عمل فيها دروب او واقف هيحصل ايه؟ بلوك فعليا لازم يرجع لي فاليو، فهو فعليا هيعمل باك تراكنج ويجرب اللي هي الفاكت الثانيه اللي اسمها موف. طلعت مثلا غلط هيجرب الثالثه اللي اسمها موف، وهكذا هيعمل باك تراكنج لغايه لما يرجع لي حاجه. الكلام ده بقى ترو؟ ما هي ممكن تبقى ترو عن طريق اول موف او ثاني موف او ثالث موف او رابع موف. هيحصل ايه؟ اكيد هنادي فاكيوم كلينر ثاني، بحيث ان انا لما اناديها اكيد مش هبعت لها كرنت ستيت تاني، المفروض اناديها وابعت لها النيو ستيت اللي انا ايه؟ اللي انا طلعتها، بحيث ان هي دي اللي هبدا عليها من جديد، بحيث ان انا لو كان ده بالنسبه لي كان الشكل اللي هيطلع دلوقتي هو ده كان بالنسبه لي الكرنت ستيت، وعملت موف للرايت هيبقى النكست ستيت اللي هو الشكل اللي جنبه. تمام؟ فهو فعليا انا عايز انادي فاكيوم كلينر تاني بالشكل ده، بحيث ان هو ده اللي هعمل منه الموفز بتاعته، لان الموفز بتاعته هنا هتبقى يا سويب يا موف رايت. فلما يعمل سويب هيديني برده ده النكست ستيت بتاعتي، فهو ده هيبقى الكرنت ستيت الجديد بتاعي بعد كده، وهكذا. فهو ده فعليا اللي انا محتاج اعمله. تمام. فهو فعليا الفاكيوم هتاخد ستيت كرنت ستيت اللي هي الانيشال ستيت ممكن في الاول خالص، وبعدين هتنادي الموف وهديها الكرنت ستيت، وهي ترجع لي ايه؟ وترجع لي النكست ستيت.
ولما نادي الفاكيوم تاني هبعت ايه؟ هبعت النكست ستيت، هبعت النكست ستيت للفاكيوم علشان ايه؟ علشان يناديها تاني ويحصل الكيرسيف كول. في حاجات عايزين نظبطها مع بعض. اول حاجه دلوقتي احنا عايزين نقوله ايه؟ ما هو في مشكله دلوقتي هتقابلني ان هو ممكن فعليا يعمل اوت اوف لوكال ستاك او يعمل لي ستاك اوفر فلو، لان ممكن ينفذ ده الاول، ما ممكن اعمل موف رايت وبعدين هيعمل موف رايت، هيلاقي اول فاكت على طول انا عامل موف رايت موف رايت موف رايت موف رايت، فعليا مش هيخلص لان فعليا كل شويه هيعمل موفز، هينادي اللي هي فاكيوم كل شويه ومش هيخلص. فانا فعليا عايزه اقول ايه؟ عايزه يعمل لي او ينفذ لي حاجه بالشكل ده. عايز اقول له لو النكست ستيت اللي انت طلعتها اصلا انا عديت عليها، ما تطلعهاش اصلا، مش محتاجها، يبقى جرب موفز ثانيه، يبقى اعمل باك تراكنج وجرب موفز ثانيه، بحيث ان انت لما جربت رايت هنا رجعتك للستيت انا عديت عليها، فخلاص ما تجربش رايت، جرب الستيت الثانيه فاليد ينفع تعملها، فهيجرب سويب مثلا. فهو ده فعليا اللي انا عايز اعمله له. يعني انا فعليا عشان اعمل حاجه زي كده اصلا محتاج اكيد طبعا اسيف اللي هي ايه؟ اي ستيت بتطلع عندي. يعني انا طلعت اللي هي ايه؟ النيو ستيت، المفروض اعمل لها سيف عندي، يعني اعمل لها في ليست كده عندي اسيف الستيت دي علشان انا خلاص عملت لها فيزيت، بحيث ان انا بعد كده مش عايز ادخل لها تاني او مش عايز اعمل لها فيزيت تاني. فاكيد هنا هنزود مثلا ارجيومنت تاني ممكن نسميه الفيزيتد. الفيزيتد ده كل اللي هعمله هزود عليها مين؟ هحط لها هابند عليها النيو ستيت اللي انا طلعتها، فهي عباره عن لسته اوف ليست، فانا هاخد الفيزيتد اللي جايه لي وهابند عليها النيو ستيت اللي طلعت. تمام. فلما اعمل لها ابند في الفيزيت ايه اللي حصل كده؟ هو انا عملت لها ابند، طب هل انا عملت تشيك ان النيو فيزيت ده مش موجود؟ يعني هو موجود قبل كده قصدي ولا لا؟ المفروض هنا اعمل تشيك، المفروض لازم اعمل تشيك، هل ده اللي انا طلعته حاليا هل موجود في الفيزيت ولا لا؟ لو موجود في الفيزيت ايه اللي هيحصل؟ المفروض ما كملش. يعني معنى كده انا هكمل امتى؟ لو هو مش ممبر في الفيزيت، يعني هحتاج انادي نوت ممبر، يعني هقول له لو النيو ستيت نوت ممبر في الفيزيتد اعمل ايه؟ كمل. يبقى ده كونديشن عندي عشان اقدر اكمل، لان هو فعليا ممكن اول حاجه يماتش او يفاير في الجزء بتاع الموف يفاير اول واحده، ممكن اول واحده ممكن يكون كاتب رايت، ففعليا هيموف رايت اوكي وهيطلع لي نيو ستيت، هلاقيها مش موجوده في الفيزيتد فاعمل لها اباند وهيرجع تاني. لما يرجع تاني هو فعليا الكرنت ستيت بتاعته هي كانت النكست ستيت بتاعتي، فهيطلع لي ايه؟ هيعمل لي موف رايت، فهي فعليا اصلا انا ممكن اكون موجود على الرايت، فالنكست ستيت ممكن تبقى نفس الستيت، فلما تبقى نفس الستيت ايه اللي هيحصل؟ هو المفروض هنا دي هتقول لي هل النكست النيو ستيت اللي طلعت لي هل هي موجوده في فيزيت؟ اه موجوده، لان انا عملت لها بند، طول ما انا عملت لها بند ده هيبقى فولس. فالبرولوج زي ما احنا اتعلمنا في الباك تراكنج الفيديوهات اللي عدت ان هيعمل ايه؟ هيعمل باك تراكنج وهيقعد يجرب حاجات تانية valid، فهو فعليا هيشوف الموفز التانية، فهو جرب موف رايت وطلعت له فيل، عملت فيل معاه، فهيجرب موف ليفت مثلا، فموف ليفت لو نفعت اوكي، لو ما نفعتش هيجرب سويب وهكذا لغاية لما يخلص خالص. يخلص خالص بقى يبقى انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في البيس كيس بتاعت اللي هي الفاكيوم. الفاكيوم بالنسبة لي او البروبلم دي البيس كيس بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ ببساطة كده انا معايا current state وكل شوية بعمل moves وبجيب next state وبتشيك بس ال next state دي هل هي موجودة ولا لا، بحيث لو مش موجودة بعمل لها append في ال visited وهكذا، واقعد اكمل. فببساطة كده اكيد زي ما احنا شفنا الرسمة اللي احنا رسمناها مع بعض، احنا كده كده كنا بناخد ال current state بتاعتنا في تلات اشكال صح، اللي هي كانت اللي هي الاوضة اللي على الاوضة اللي على left والاوضة اللي على right واللي هي الماشين بتاعتي او الفاكيوم ماشين بتاعتي او الفاكيوم كليير. فاحنا قلنا لو الاوضه اللي على الشمال زيرو وصلت لستيت معينه ان الاوضه اللي على الشمال نظيفه والاوضه اللي على اليمين زيرو واللي هي ممكن نقول عليها المكنسه مش فارق معايا، ممكن يبقى فاريبل ممكن يبقى نونس فاريبل مش فارق، لو وصلت لستيت بالمنظر ده هل ده بالنسبه لي هو الجول او هو ده اللي ممكن نسميه البيست كيس بتاعتي؟ يس هو ده الجول بتاعي. فلو ده الجول بتاعي ايه اللي هيحصل؟ خلاص انا خلصت، يعني انا فعليا ده البيسك بتاعتي، واقف كده. يعني انت لو وصلت لمرحله حاجه بالشكل ده اقف تمام. فهو فعليا حاجه فعليا لو انا ناديت بروبلم فاكيوم واديتها انيشال ستيت 1 1 0 مثلا هيعمل ايه؟ ما هي 1 1 0 مش هيدخل في البيسكيس، هيروح هنا
في الرول، في الرول هتاخدها، والفيز ليست المفروض ابعتها لي لسه فاضيه في الاول، وكل شويه هتعمل موف، هتاخد الكرنت ستيت وترجع لي نيكست ستيت. لو النيكست ستيت مش ممبر في الفيزيتد هيحصل ايه؟ هكمل، ولما اكمل هعمل ايه؟ هنادي فاكيوم تاني ونادي النيو ستيت. والارجمنت التاني هو عباره عن ايه؟ عملت ابند للنيو ستيت اللي طلعت لي في الفيزيتد علشان ما اقدرش ما اعديش عليها تاني، عشان بس ايه؟ ما يحصليش اوت اوف لوكال ستاك عندي. كويس، فانا ممكن بس اعمل مثلا جزء تاني، ممكن اقول مثلا ان انا هنادي بروبلم اسمها جيم، وهي المفروض هنا هترجع لي اللي هي الفيزيتد، وده فاريبل انا هديهوله، فهي كل اللي هتعمله ايه؟ هتنادي لي هي الفاكيوم. فلما تنادي الفاكيوم ايه اللي هيحصل؟ هتنادي الفاكيوم بال، هو فعليا انا هديها اكيد طبعا انيشال ستيت وهديها جول ستيت، يعني ممكن هنا نسميها انيشال وده الجول. الانيشال ستيت اللي هي الستيت اللي انا عايز ابدا بيها، هو فعليا مش لازم ابدا بالاوضتين فاضيين والمكنسه موجوده على اليمين، انا ممكن الانيشال ستيت بتاعتي يبقى اصلا الاوضه اللي على الشمال فاضيه ونظيفه، والاوضه اللي على اليمين فيها تراب والمكنسه موجوده على الشمال. فهو ابدا الستيت بتاعتك بالستيتس اللي انا حاطها لك، اللي هي الانيشال ستيت اللي انا عاملها في اي. فالمفروض هي دي اللي تبعتها فين؟ في اول ارجيومنت فين؟ في الفاكيوم. وهتبعت له ايه؟ الفيزيتد. احنا اتفقنا ان الفيزيتد في الاول خالص هيبقى فيه ايه؟ هي لسه فاضيه، بس هو مش لسه فاضيه بمعنى لسه فاضيه، هو فعليا هنحط فيها مين؟ هنحط فيها الانيشال ستيت، لان الانيشال ستيت دي خلاص هي دي اول حاجه، بحيث ان انا لو بدات مثلا بمكنسه موجوده على اليمين واول حاجه قابلته ان هي قال له موف موف رايت، فهو فعليا هيرجع لي نفس الحاجه. فايه اللي هيحصل؟ هو لازم فعليا اكون اصلا حاطط في الفيزيتد ليست اللي هي الانيشال ستيت، فهو ده فعليا اللي انا عايز اعمله. نادي لي الفاكيوم وابعت الانيشال ستيت او الكرنت ستيت بتاعتي اللي هي الاي اللي هو مبعتها لي، وحط لي مثلا في الفيزيتد ليست ايه؟ حط لي في الفيزيتد ليست اللي هي الاي. ماشي، هو كده انا خلصت. بس ايه اللي ناقص كده بقى؟ هو فعليا في حاجه ثانيه ناقصه، الجي ده الجول اللي انا عايزه، او مثلا عايزك تبرنت لي او عايزك تطلع لي الليست اللي هي حصل فيها الفيزيتد كله. ماشي، انا محتاج اصلا الجي ده، والجي ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاوتبوت اللي هيطلع من هنا، لان هو كل شويه انا بقى باند في الليست دي. وفعليا حصل وقفت خالص في الليست امتى؟ وقفت عند البيس كيس. هو فعليا عند البيس كيس انا عايز اطلع الريزلت هو كارجيومنت تالت، يعني انا ممكن اقول الارجيومنت التالت ده هو الريزلت بتاعتي، يبقى انا محتاج هزود ارجيومنت تالت وهو الريزلت بتاعتي. وهيبقى هعمل له اساين امتى؟ هعمل له اساين في البيس كيس، لان انا كومبيتيشن كل شويه ببقى باند في الفيزيتد ليست، ولما اوصل للبيس كيس اكيد اللي هو في البيس ليست هو الحاجه اللي انا عايز ارجع. فهنا هيحصل ايه؟ الجي هو هيبقى الارجيومنت التالت بتاع الفاكيوم. وكده البروبلم بتاعتنا خلصت. ماشي، شكرا.